تشيز كيك سهل جدا جدا في ثانيه هنعمله، وبالموز. الموز دلوقتي كتير قوي، انا جبت كيلو موز قشرته وهرسته بالشكل ده. ماشي، عندي ايه بقيه المقادير بقى؟ كوبايتين دقيق، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 2 بيضه، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره قرفه، و2 باكو فانيليا. مقادير معانا تاني، كيلو من الموز، كيلو من الموز قشرته وهرسته بالشكل ده، عليه كوبايتين دقيق، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 2 بيضه، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره من القرفه، و2 باكو من الفانيليا. هحط كده الاتنين بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، على الموز والفانيليا، ونص كوبايه الزيت، واضربهم مع بعض، كوبايه سكر، كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره قرفه، ونقلب ده كله مع بعضه تاني. يبقى كيلو الموز حطيت عليه نص كوبايه من الزيت، 2 بيضه، 2 باكو فانيليا، قلبتهم مع بعض، حطيت كوبايه من السكر، وبعدين حطيت كوبايتين وقلبتها طبعا، حطيت كوبايتين الدقيق معاهم، معلقه البيكنج باودر معاهم، معلقه القرفه، حطهم في صينيه كيك عاديه خالص مدهونه بالزيت، صينيه تشيز كيك عشان نقدر نفتحها. ماشي، الصينيه بتفتح من الجنب، مقاس 26 خلاص، وهدخلها بقى ايه الفرن، بسويها كده حلو كده. ناس كتير بتضرب الكيك كده كده لما تكون تخينه، لا ما نعملش كده، احنا نعملها ايه، نهزها بس كده ما نخبطهاش. تمام، اللي هنحطه بقى على التشيز كيك نحط ايه؟ طيب ماشي، نص كيلو جبنه قريش، نص كيلو جبنه قريش، كوبايه من اللبن، عليهم معلقتين كبار جيلاتين، احطهم كده دلوقتي، معلقتين كبار جيلاتين، يبقى هنا نص كيلو من الجبنه القريش، وحاولوا ان هي ما تكونش مالحه، وعليها كوبايه من اللبن، نص كوبايه من السكر، 2 باكو من الفانيليا برضو تديها ريحه حلوه. هحط كل ده في الخلاط. معانا عمر، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا عمر؟ الو الو يا طنط نجلاء، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ انا الحمد لله كويسه، بحبك قوي. ربنا يخليك، انا اللي بحبك قوي. ليك اي سؤال يا عمر؟ شكرا يا طنط. شكرا يا حبيبي، شكرا. تمام كده، يبقى انا حطيت ايه؟ كوبايه اللبن اللي عليها معلقتين كبار جيلاتينه، عليها نص كوبايه من السكر، وهحط لهم كمان الايه؟ نص كيلو جبنه قريش، ولو حسيتي ان هي حادقه انقعيها في الميه لمده ساعتين وبعدين صفيها. بتطلع بقى الكيكه بتاعت اللي انا عملتها بالموز، بكيلو الموز بحاله بالشكل ده، بتبقى ناشفه كده يعني بدل البسكوت. بحط عليها بقى الجبنه، طبعا الصينيه لازم تكون بتفتح من الجنب زي ما اتفقنا، عشان بعد ما تجمد ابدا ان انا افتحها كده. ورش عليها الجبنه كده، ده نص كيلو جبنه قريش، عليها كوبايه كبيره من اللبن، عليها معلقتين كبار من الجيلاتين، نص كوبايه من السكر، والفانيليا. تشيز كيك محترم، ولا هيبان فيه اي جبنه قريش خالص، بتهيألي عملتها معاك كذا مره قبل كده بالجبنه، محدش اعترض عليها ولا حد قال ان هي ايه بان فيها طعم الجبنه نهائي. بس كده، وهروح بقى مدخلاها ايه في الثلاجه، تقعد في الثلاجه حوالي 3 ساعات، 3 ساعات في الثلاجه اهي. بص بالشكل ده، يعني دي انا عاملاها النهارده، مش عاملاها امبارح ولا حاجه، هي الاحسن ان هي تبات، بس انا عاملاها النهارده وبقت بالشكل ده، ونقطع منها عادي ونقدم مفيش اي مشكله.